معلم الإنترنت للصين واثقون في الصين موثقون من مستقبل تنمية وتطوير الشركات المتصلة بمجال الإنترنت في الصين، إذ شهدت شبكة الإنترنت نموا سريعا في السنوات القليلة الماضية، فهم بذلك متفائلون بأن الإنترنت ستستمر في إحداث تغيرات أكثر إيجابية في الحياة البشرية. لأن شبكة الإنترنت قادت تبادل المعلومات بين الكثيرين، أضحى الناس